بارك تبارك الله، خيرات تبارك الله. من السوق ثلاث ولد فارس، هادي انت وما ولا والده واحد والده خروف تبارك الله، والاخرين عبورات تبارك الله تبارك الله. الله يبارك الله يبارك الله يبارك. وحده والده خروف وحده والده عبوره، شحال ديتي يوم اخويا؟ ها شحال؟ 60 3000 درهم تبارك الله. ونشاركوا معاهم الدروعه تبارك الله ديال النعجه تبارك الله. الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله يبارك. الدروعه الاخوان تبارك الله، سير الله يسر ليكم، ديتهم مزيانين جموع ياك؟ وحده وباقا صغيره ياك تبارك الله. الله يسر وإلا مزيانين 3000 درهم على الاخوان، وحده والده حوليه وحده والده خروف. الله يسر تبارك الله على النعجات على الاخوان، والله يدير الخير. الله يسر، اجوا ان شاء الله تسوقوا معنا وما تنساوناش بواحد جيم وبارطاجوا هذا الفيديو. وتحيه لكاع المشاهدين وتحيه للناس كاع اللي كيحبونا من القلب. الله يسر الامور وفرجه ممتعه على الاخوان، الله يدير الخير. اجوا ان شاء الله تسوقوا معنا. الله يسر اخويا الله يسر، غيجيب تيسير. السلام عليكم خوتنا وحبابنا، صباحكم مبروك، تحياتي لكم على الاخوان. راه مباشره من السوق ثلاث ولاد فارس مزابه الخوت، تصوير راه بتاريخ الخوت 23 شهر 2 يناير 2024. اجوا تسوقوا مع اخوكم يوسف المجيد، وتحيه لكاع المشاهدين اللي كيشاهدونا كاع اللي داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. الله يبارك. شحال كاين من ذكر؟ ثلاثه ياك؟ كاينين ثلاثه ونتوى تبارك الله. الله يبارك. النعجات جايات في السنه اخويا، جموع ياك؟ جموع النعجات جموع تبارك الله. الثمن مع شحال؟ 64 تبارك الله، 3200 درهم، 64000. الله يبارك. اجوا ان شاء الله تسوقوا معنا وفرجه ممتعه الاخوان، وما تنساوناش بواحد لايك وشي تعليق زوين. وتحيه لكاع المشاهدين اللي كيشاهدوا، تبارك الله عليكم الاخوان، الله يدير الخير. يبارك الخوت حاولي زين، عاد ولد عزوز وولدو ياك؟ هذا تاكوا جيتي للسوق اش داير في السنين؟ رباعي رباعي تبارك الله. الله يبارك. مشريها من هنايا؟ مشريها من هنا، من هنايا من السوق. 3000 درهم ياك؟ 3000 درهم مشريها رباعي على الاخوان. شحال عطاوك ولد عزوز؟ 4000 ريال. 4000 ريال رباح على الاخوان. بغيتي تبيعيها؟ انا نبيعو بداري ب 70 قلت لهم 3500 ومشريها قلت لقى مزيان هذا ياك؟ جري لينا حتى شويه لقدامي. الله يبارك. رباعي يا الاخوان مشريها هكا، قلت لقى 3000 درهم وعطاوك 200 درهم بغيتي تبيعي 4000 ريال. هذا هو اللي كاين. قول الوالد قول الوالد. الله يبارك حاولي مليح، ولكن راه شويه تابع شويه. ولكن راه تابع قال في ناقص الفلوس. الله يرحم الوالد. الله يرحم. تابع ملاحق شويه باش حنا نوضحوا للمشاهدين. انا ماشي هذا هو اللي كاين. الله يحفظك، قول لنا النمره ديالك واللي بغى راه مرحبا يتواصل معاك ماشي مشكل. 0641 0641 29 09 16. الله يسر. نمشيو تجاه اخرى. حالة سي محمد السلام عليكم، كي داير؟ بخير امور هانيه. مع شحال الثلاثه اخو؟ 140 مشريهم ولا المعطى؟ المعطى ولا مشريهم؟ مشريهم هاك 7000 درهم على الاخوان، مشريهم الخو المشرى تبارك الله 140000. الله يبارك. هذا ثمن المشرى الخو تبارك الله 7000 درهم، الله يدير الخير. الله يبارك. خرفين بدريين تبارك الله زينين. الله يبارك. وشحال ثمن البيعه قلت لهم؟ 50 150 تبارك الله 7500 درهم ياك؟ هذا هو اللي كاين. الله يحفظك 7500 درهم تبارك الله. والمعطى الخوت راه 140000 7000 درهم. الله يستر اخويا، الله يجيب تيسير. الله يحفظك الله يبارك تبارك الله، والله يدير الخير الخوت. مشاو تجاه اخر. غادي هو معانا درك الوالد ياك؟ هادو معاك الوالد. شحال شحال مشريه؟ يلا قول قول شحال مشريه؟ مشريه 42 42000 2100 درهم. الله يبارك. مشريه 42 تبارك الله. خروف سابي قارن تبارك الله، كمامه والدميعه. الله يبارك. خروف بدري زين تبارك الله، والتوبه الاخوان. الله يبارك الله يبارك.
انا تاقوا ود عزوز اللي بغى راه يتواصل معك ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. اللي بغى راه يتواصل معك. مرحبا. والله يجيب تيسير وكل شيء على الوالد. كل شيء على الوالد. كل شيء على الوالد. الله يستر. قول له قول في المدرسه. ياك. الله يجيب تيسير اسمي. ونمشيو اتجاه اخر. يبارك سي هشام ريح لهم كما كنت مريح اخويا هشام. الله يبارك بركه تبارك الله مع هذا خروف وحوليه. خروف وعبوره تبارك الله. شحال عطاو لهشام؟ 40,000 بجوج ياك؟ ما خلاصهم بجوج 38,900 درهم. الله يبارك. خروف خروف شحال نديرو ليه ثمن هشام؟ عطاونا فيه 24 1200 والخروفة 16,000 تبارك الله. خروف داروا لي 24 الخوت 1200 ريال بحال 1200 بحال دابا الناس اللي باغا تشري ب 24 25 راه قدا التقادة الاخوان قدا التقادة هانتوما الاخوان قدا التقادة. وبالنسبة اللي باغا تشري ب 16,000 راه قدا التقادة الخوت. هذا هو اللي كاين باش نشرحوا للمشاهدين اللي كاين. الله يستر اخويا هشام. قول لنا النمرة اللي يحتاج شي حاجة يتواصل معاك. 06 39 48 39 40. الله يستر يا سي هشام. اطلقهم اطلقهم. الله يبارك. نشاركهم مع المشاهدين والله يدير الخير. ايوا هذا هو اللي كاين. اجيو نمشيو اتجاه اخر. الله يبارك الخوت خرفان تبارك الله. شحال عطاو لخويا؟ 46 2300 درهم الاخوان تبارك الله. 46,000 هادو واقيلا كسيبة ماشي ولا مشرا من هنايا. مشرا من هنايا تبارك الله. 46 هذا مشريهم ولا المعطى اللي عاطينا؟ اللي عاطي السوق. هذا هو اللي كاين. تما البيع مع شحال قلت لي؟ 47 وما بقى علاش؟ على 1000 ريال. الله يسر. على 1000 ريال الاخوان تبارك الله. المعطى الخوت 46,000 2300 درهم. الله يبارك. هو قال لهم ثمن البيع 2350 مدريين ماشي ديالو. كنا بغينا نشاركوا مع المشاهدين هذا الخرفان الخوت ونمشيو اتجاه اخر. الله يسر. هذا الشراء سلوات الله ان شاء الله. والله يجيب تيسير. سي يوسف كي داير؟ بخير امور هانيه. هذه قلت لي والده خروف وحوليه. اييه الله يبارك. اش دايره سمو عياك؟ المواصفات ساتيه تبارك الله. الله يبارك. هذه والده اش حوليات؟ مجموع صغير. مجموع صغير. المشاهدين المشرق المشتري هذه شحال هذه؟ هذه ب 82 4100 درهم. 4100 عطاوني فيها 100 درهم ديال الربح. 82 اييه الله يسر. وهذه ب 86 هذه ب 86 4300. قول لنا النمره سي يوسف. هذه عندها خروف وحوليه. هذه عندها جوج خروفات الاخوان. الله يبارك. 06 15 14 99 93. اللي بغى راه يتواصل معي ماشي مشكل. مرحبا. الله يسر. الله يحفظك يا يوسف. عيد الله يسخر. يبارك الخوت. اش حوالي قلت لك مشريهم 104 ياك؟ 5200 درهم الاخوان تبارك الله. عطاوك 2000 ريال. الله قال لنا واحد الواحد غنعطيوك 2000 ريال. 2000 ريال هما مشريهم 104 ياك؟ 104 5200 درهم. ارخي ارخي يا ولي ارخي ارخي تبارك الله يبارك. قول لنا النمره اللي محتاج المشاهدين يتواصل معاك ولا تبيعهم هنا ولا نادارك. عارف كاع والله ما عارف. سير الله يسخر اخو. هما مشريهم 104 الخوت 5200 درهم بحال ثمن 52 لواحد بحال 2600 لواحد ثمن 2600. الله يبارك. الله يبارك الاخوان. ونمشيو لشي اخر الخوت ثمن 2600 الخوت 52,000 والله يدير الخير الخوت. الله يحفظك. هاي الساعة الله يسر. تبارك الله يبارك. هذه والدة خروف ياك؟ هذه والدة خروف. هذه والدة خروف. سي محمد هذا كي داير؟ كي داير اسمها؟ الله يحفظك. الله يبارك فيك. كل وحدة والدة خروف ياك؟ هي هذه اش دايرة في السنة محمد؟ مجموع صغير. مجموع صغير بجوج ياك. الله يبارك. هذه تاهي راه والدة خروف. شحال الثمن محمد؟ 100 قل جوج بحال 98,000 تبارك الله. الوليدات الخوت عطاوك 6,000 ريال خرفان بجوج الاخوان تبارك الله. خرفان بجوج. الله يبارك.
الى خالص مي على جوج جوايل كمامه تبارك الله ما يبارك صافي اخي مو محمد الله يحفظك ولينا النمره ديالك اسي محمد اييه ما بحال 4900 درهم 4950 هما مشريهم تبارك الله نعجات راه جموع صغير النمره محمد شحال 06 53 03 84 78 78 اللي بغاهم راه يتواصل مع السي محمد والله يحفظك اخويا محمد راه يجيب تيزين.